عشر فنانات ساعدهن أزواجهن في الوصول إلى النجومية. شهد الوسط الفني زيجات عديدة بين نجمات وصناع الدراما التلفزيونية والسينمائية، وكانت هذه الزيجات عامل مساعد لمعظمهن في تحقيق الشهرة والتواجد الفني في مجموعة من الأعمال ليصبحنا على خارطة أبرز الفنانات. هذه مجموعة من الزيجات التي عادت بالنفع على الزوجة الفنانة. نادية الجندي وعماد حمدي. تزوجت نادية الجندي من النجم الراحل عماد حمدي في بداية حياتها الفنية، وأنتج لها عدة أفلام منها بومبا كشر. ورغم أن ذلك وضعها ضمن نجمات هذه الفترة، إلا أنها قامت مؤخرا بنشر نفي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن يكون قد ساعدها كممثلة، مشددة على أنه كان يرغب في أن تصبح زوجة وأم بعيدة عن الفن، بالتالي من غير المعقول أن ينتج لها أفلاما. فاتن حمامة وعز الدين ذو الفقار. التقى الثنائي في فيلم خلود، ثم أخرج ذو الفقار لفاتن حمامة مجموعة من الأفلام منها موعد مع الحياة وموعد مع السعادة، وكان يصفها بأنها المعجزة الثالثة في القرن العشرين بعد أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وكان يراها تتصدر قائمة الممثلات وأنها الممثلة الأولى في مصر. فردوس عبد الحميد ومحمد فاضل. قدمها فاضل في عدة أعمال منها ويأتي النهار، السائرون نياما، أدهم وزنات، والتلت بنات. ومع ذلك يصر فاضل في أحاديثه الصحفية على إنكار أنه يفرض زوجته فردوس على أعماله الفنية، معتبرا أنه من صلاحياته كمخرج اختيار الفنان أو الفنانة المناسبة في الأدوار المقدمة في العمل حتى وإن كانت زوجته. غادة عادل ومجدي الهواري. قدم مجدي الهواري غادة عادل في مجموعة من الأعمال في بداية مشوارها الفني منها 55 إسعاف عيال حبيبة، ولكن موهبة غادة دفعت المخرجين والمنتجين ليقدموا بعروض فنية عليها فتشارك في بطولة أعمالهم ولتصبح واحدة من أهم نجمات مصر. تاتيانا وأكرم فريد. هي صاحبة حظ كبير، إذ تتواجد في أغلب أعمال زوجها المخرج أكرم فريد، ومنها أفلام مستر أند ميسيس عويس، نظرية عمتي، حتى مسلسله الأول ساحرة الجنوب الذي يعرض على شاشة MBC مصر.
مي عمر ومحمد سامي. اكتشفها محمد سامي في أعماله ونالت دور مميز في مسلسل حكاية حياة الذي قام بإخراجه، ثم شاركت في أعمال أخرى تحمل اسمه، منها مسلسل كلام على ورق ومسلسل الأسطورة. وفاء عامر ومحمد فوزي. النجمة وفاء عامر لديها رصيد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، مع ذلك دائما ما تقابلها آراء بأنها مؤخرا تعمل في المسلسلات التي ينتجها زوجها محمد فوزي، ومنها مسلسل شطرنج، وهو ما جعلها تمل من كثرة عدد مرات نفيها لهذه الآراء، حتى قررت أخيرا أن تخرج عن هذا الإطار وتؤكد أنه لا يوجد ما يمنع تعاونها معه طالما أن الدور المرشح له يناسبها ولن ترفضه لأجل كلام الناس. ديانا حداد وسهيل العبدول. أخرج سهيل العبدول وديانا حداد مجموعة من الأغنيات المصورة التي أحدثت صدى واسعا ومنحتها نجومية كبيرة، منها شاطر. إلى جانب ذلك أنجبت ديانا حداد من العبدول طفلتين هما صوفي وميرا، لكنهما انفصلا منذ عدة سنوات زوجيا ثم فنيا. أصالة وطارق العريان. مع أنها نجمة كبيرة في عالم الغناء، إلا أن زواجها من المخرج والمنتج طارق العريان منذ عدة سنوات أعاد تقديمها بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور، وقدمها في مجموعة من الأغنيات المصورة، منها حياتي، خليها على الله، وعيشة على اللفات، كذلك برنامج صولا الذي حقق شهرة ونجاح كبير، وما زالت حلقاته تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة حتى مع إعادتها. مروى نصر ومحمد علام. تزوجت المطربة الشابة مروى نصر من المنتج محمد علام عقب تخرجها من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي، ومن وقتها وهو يقوم بإنتاج أغنياتها.